الترابي ديال الجهه في الاحداث احلام الاسبوع ان شاء الله، وبالتالي غادي يكون واحد التواصل. هذا اليوم يوم نعتبره واحد يوم ذو خصوصية خاصة، لأن فيه غادي نكرم واحد النساء العاملات في قطاع الصناعة التقليدية، القطاع اللي تنعتبره ثاني قطاع مشغل بعد قطاع الفلاحة، والمرأة بطبيعة الحال تعتبر ركيزة أساسية في هذا القطاع. فكما يعلم الجميع فإن القطاع الفني الإنتاجية تشغل أكبر الغالبية العظمى، تنقول 90% من العاملين في القطاع هن نساء. إذن اللواتي النساء المكرمات اليوم هن ربات تعاونيات، ربات شركات، ربات مقاولات خاصة. إذن هذا اليوم تنسميه يوم احتفاء بالمرأة الصانعة المقاولة.